في إكسبو 2020 دبي تم إطلاق أول نموذج لسيارة رياضية تعمل بالهيدروجين. مراسلنا محمود حمدان يطل علينا من الجناح السلوفاكي الذي تفرد بهذه السيارة الرياضية المستقبلية بالإضافة لغيرها من التقنيات الحديثة. نتابع الإطلالة هذه المرة إطلالة بنكهة تقنية. الجميع يعرف عن سلوفاكيا أنها منطقة جميلة تشتهر بسياحتها وطبيعتها الخلابة، ولكن اليوم سوف نتحدث عن جانب آخر يروج له أهل سلوفاكيا في هذا المكان، وهو التقنيات الحديثة. سلوفاكيا التي تقع في قلب أوروبا تتميز أيضا بأبحاثها العلمية. هذا جزء من الأجهزة أو التقنيات الحديثة التي تستعرضها سلوفاكيا هنا، وهي عبارة عن عربة ذاتية القيادة تتعامل من خلال الذكاء الاصطناعي، تدور في المناطق الزراعية المختلفة لتستطلع المحاصيل وتتعرف على المشاكل التي تصيب المحاصيل، وأيضا تقوم بعملية معالجة سريعة أو اقتراح حلول لمعالجة هذه المحاصيل. هنا أيضا هذا الجهاز نستطلعه معا، هو جهاز لمحاكاة الطيران من خلال القيادة بالواقع المعزز. يمكن للكاميرا أن ترى من الداخل كيف يمكن لنا أن نقود الطائرة بشكل كامل، ولكن بتقنيات حديثة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعطيك تجربة القيادة كاملة. يمكن أن أجلس هنا وكأنني أقوم بقيادة طائرة هليكوبتر بشكل كامل. تضع أمامي جميع الأزرار، ولكنها من خلال شاشات أستطيع تحريك هذه الأزرار وذراع الحركة، وأقوم بالطيران بشكل كامل وكأنني في الواقع. هذه هي يعني كانت إطلالة على هذا على هذه التقنية. هنا أيضا إحدى الأشياء التي تفخر سلوفاكيا بعرضها اليوم في هذا الجناح، وهي هذه السيارة. هذه السيارة هي سيارة تعمل بالهيدروجين، وهي من درة الصناعات السلوفاكية المستقبلية. طبعا هذا تصميم أولي لهذه السيارة، وهنا هذه كما قلنا تعمل بالهيدروجين. هي تنطلق من 0 إلى 100 بأربع ثواني فقط، وتستطيع أن تمشي بسرعة تصل إلى 250 كيلومترا في الساعة. يمكن أن نطل على هذه. هنا تستبدل المرايا بكاميرات خاصة، ويتم تعبئة الهيدروجين من الخلف من المنطقة الخلفية. يمكن أن يتم تعبئة الهيدروجين حتى تكون صديقة بالبيئة ولا يخرج منها أي انبعاثات للكربون. إذا أردنا أن نطل إطلالة على داخل هذه السيارة، can you open the door please حتى نستطيع أن نراها من الداخل. هذه السيارة تتميز بتقنيات حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وكما قلنا تستبدل المرايا بشاشات جانبية، وأيضا هناك تقنيات الواقع المعزز مضافة إلى هذه السيارة حتى تجعل القيادة أكثر أمانا وأكثر سلاسة، بالإضافة إلى ما قلنا لما تحدثنا عنه من أنها يعني تعتمد على الهيدروجين كوقود لها حتى تحافظ على البيئة. وهنا تكون حققت سلوفاكيا من خلال هذه السيارة إحدى رسائل إكسبو 2020 دبي والمتعلقة بالاستدامة والمحافظة على البيئة.